قمر ليلة 14 عذاب حياة له غاية بن عني ولا متجي أتمات يا قمر ليلة 14 عذاب حياة يا هو غاية بن عني ولا متجي أتمات. السلام ممكن يطلع من قلب الحرب، والجمال ممكن نلاقيه وسط المخلفات. ده اللي قدرت تثبته فرقة الجيركن، وقالته وبتقوله وهي بتلف العالم وشايلة على كتافها صوت سينا وتراثها، وفي ايديها ناي ومجرونة وسمسمية بدوية وجيركن وصندوق ذخيرة. أنا يا عرب مصر سيناوي يا الفرق ما بين الغنى البدوي السيناوي والغنى البدوي اللي في أي مكان تاني في مصر، خاصة القبائل البدوية المصرية في البحر الأحمر وفي الصحراء الغربية في كل مكان. إيه اللي يفرق ده عن ده؟ اللي بيفرق العادات بين القبائل وتقاليدهم. كل قبيلة بالنسبة لمصر لها عادات ولها تقاليد ولها لغة، فهو وده اللي بيفرق. ولكن هم كلهم يعني المعنى واحد، بس اللغة هي اللي بتختلف. ايه الموضوعات اللي بيتكلم عنها الغنى السيناوي؟ احنا اتكلمنا عن الجمرة، يعني غنينا قلنا يا جمر ليلة 14، وغنينا عن الجمال قلنا عمي يا جمال قم شد الحمولة، غنينا عن القهوة السمرة. دي الأغاني الجديدة اللي عملتها فرقة الجيركن إن شاء الله. اللي قبل كده من التراث البدوي السيناوي، نتكلم على العادات والتجاليد بتاعة العرب أو البدو عامة، يعني كل مكان له عاداته وتجاليده. فكان الشاعر البدوي السيناوي كان بيألف على حسب العادات والتجاليد بتاعة كل مكان. زي ايه مثلا يا خالد؟ لو يعني مثلا يدروبي، نعم صح، وبس انا والعود وثالثنا الجمر. يدروبي يعني مي الهجينك سوبي، يعني يدروبي كان عامل زي البسطة، بسطة يعني يبعت معه رسائل. دي شغلانة. ده واحد يعني ده شخص، يعني واحد يعشق حد بس بعيد. فكانت المواصلات جمال. وغير خلف بقى، خلف هذه حكيتها مع جمعة. خلف دي اللي هي بتتغنى في الصحراء؟ لا، خلف ده بيحكي عشان زمان كان في فارس مغوار وكان بيحب بنت الشيخ، والشيخ كان قوي، فطبعا كان في عداوة بينهم وبين بعض وما كانش عارف يوصل هو. المهم في الآخر انه خلف تكاثر عليه وخدوه أسير، الشيخ أخذوا أسير، فقالوا ما حدش هيعرفوا، هم مش عارفينه من كتر الحرب، كان شكله متغير، فقالوا لا هي اللي تعرفه، هي اللي تعرف، لو شافت هتعرف. فهي لما شافت وخافت إنهم يذبحوه، فقالت لا، ده مش هو، ده عبد من عبيد الموالي اللي هم سلن بدالي له سكر والعذاب، وسلن بدالي له الحرف الريالي، واستغفري يا بنتي يما العشاشير، من قولتي كسمر من عبيد الموالي، حنا عبيد الرب سيد المخاليق، ومن ما جرى يا بنت هذه افعالي، انا خلف يا بنت من ناشفة الريق، وحميه اللي مطفيه الجفاني. ايه الفرق ما بين السمسميه اللي حضرتك بتعزف عليها والسمسميه اللي موجوده في بورسعيد واسماعيليه والسويس؟ السيناويه هي الخماسيه الاصليه، ما تطورتش. مدن القناه طورت، لما بتتطور هي حتى صوت السمسميه بدكش صوت اللي هو صوت السمسميه. بس كمان في يعني شكل الصندوق، كان يعني شكل الصندوق
مختلف يعني، دايما عندي المثلث ده مربوط عندي بالبدوي اكتر. بالظبط، لانه كان زمان الواجهه دي كانت جلد. اه جلد يعني، بدي كان بيعملوها جلد.